بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، صاله الشهداء. اليوم النهارده طبعا بالتاكيد حفل افطار عائله النادي الاهلي اللي دعا عليها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره الى كل الاسره الرياضيه في كل مكان وفي الوسط الرياضي المصري لحضور حفل افطار داخل النادي الاهلي. بالتاكيد حدث رياضي مهم جدا، الدور المجتمعي للانديه الرياضيه في مصر ايضا دور مهم جدا، وبالتالي من خلال عائله النادي الاهلي النهارده واحنا خلاص في الايام الاخيره وفي العاشر الاواخر من شهر رمضان الكريم، الايام المباركه في هذه الفتره الكريمه، بنستقبل كل المسؤولين وكل الرياضيين في الوسط الرياضي، صحفيين، اعلاميين، مسؤولين، وزراء، كل القيادات اللي موجوده اللي حريصه جدا على الدور المجتمعي للرياضيين والوسط الرياضي خلال الفتره القادمه. الفتره القادمه كمان عندنا احداث رياضيه مهمه جدا، فبالتالي التقارب بين كل الوسط الرياضي في التوقيت الحالي شيء بيدعو للفخر والاعتزاز، ومن خلال النادي الاهلي ومن خلال عائله النادي الاهلي ودعوه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بنتشرف باستضافه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المصري في هذا الحفل الجميل. دكتور اشرف منورنا ومشرفنا وكل سنه وحضرتك طيب، بالتاكيد سعداء بوجودك معانا، لكن النهارده الدور المجتمعي والدور الرياضي في مثل هذه الاحداث الرياضيه تعليقك عليها ايه؟ اولا بشكر حضرتك جدا وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. في الحقيقه المبادره مبادره يعني محترمه ومبادره اجتماعيه، ان يكون في النهارده يعني هذه الدعوة الكريمة للأسرة الرياضية كلها في النادي الأهلي، إفطار رمضاني في روح يعني حاسينها روح جميلة، واللي نتمنى إن شاء الله الوسط الرياضي المصري يكون في هذه الروح، لأن إحنا كلنا في بلدنا وكلنا عايزين الخير لبلدنا. كمان الرياضة المصرية جزء كبير جدا، بتشكل دور اجتماعي كبير جدا، المسؤولية المجتمعية في الحقيقة النادي الأهلي يمكن ليه دور كبير جدا في مسؤوليته المجتمعية على أكثر من مستوى، المستوى التعليمي والثقافي. النهاردة دور اجتماعي إن شاء الله نلاقيه أكثر وأكثر يعني في المراحل القادمة. دكتور أشرف، النهاردة كل الناس المسؤولة عن الرياضة في مصر موجودة، بداية من حضرتك كوزير للشباب والرياضة، نجوم كرة القدم في النادي الأهلي، شفنا كمان من نادي الإسماعيلي كابتن محمد صلاح أبو جريشة موجود، الصحفيين، الإعلاميين، رؤساء تحرير الصحف، إعلاميين كمان، مقدمي برامج التوك شو، كل النهاردة كان موجود وحريص. فرصة التجمع ده بتبقى إزاي للرياضيين والمسؤولين في مثل هذه الأحداث؟ نشوف بعض وجها لوجه، مشاغل الحياة كتير، بنشوف بعض على وسائل الاعلام وفي الجرايد، ما بنشوفش بعض بشكل بنتقابل، لما بنتقابل بنسلم على بعض، بنحضن بعض. ده كمان ليه يعني دور كبير جدا، اللي عنده جواه حاجه معينه مجرد ما انت سلمت على عليه فالموضوع خلص. فبالتالي مع ضغوط الحياه الشديده والحركه الرياضيه الكبيره فعلا مفيش فرصه ان يكون في تلاقي. اعتقد ان النهارده يعني هذا الكم الكبير والكيف ايضا شيء عظيم جدا. يعني النهارده لما قابلت الناس، قابلت نجوم كره القدم، النهارده كمان في الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي موجوده، وكل ده تحت عنوان او سلوجان عائله النادي الاهلي. تعليقك على اسم العنوان والعائلة النادي الاهلي اللي بتستقبل كل الوسط الرياضي النهارده في دور مجتمعي زي ما حضرتك قلت للنادي الاهلي بيكون كبير جدا، سواء داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. وان شاء الله يعني الدور ده اكيد خلال رمضان في مؤسسات كتير عملته، النادي الاهلي بشعبيته يعني بيجمع الكثير العائله، كل سنه وهم طيبين، ونتمنى ان شاء الله هذه العاده بالخير وكل الناس يكونوا موجودين بصحه وبسلامه ومع قيادتنا السياسيه والحكومه المصريه لبلدنا الجميله. ان شاء الله الرياضه المصريه من احسن لاحسن. اطراف الحديث مع مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في استقبال حضرتك المجلس الاداره والاداره التنفيذيه فور الوصول. ود مستمر وتلاقي مستمر ان شاء الله لما في الخير لمؤسسه النادي الاهلي ومصر. اكيد. طيب نطمن منك بقى، خلاص احنا العد التنازلي لكاس الامم الافريقيه، وما ينفعش يكون معايا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي واطمن منه والشعب المصري كله يطمن منك. لا ان شاء الله نطمن للبطوله، ان شاء الله نطمن زي ما حصل القرعه بشكل كبير اللي كانت موجوده، او تشريفنا بوجود سياده الرئيس ان هو يعلن عن التميمه ويعلن عن كمان نظام التذاكر والفان اي دي، ان شاء الله على نفس الليفل ونفس المستوى يكون حفل الافتتاح ويكون تدوير البطوله من خلال اللجنه المنظمه. ربنا يوفق بقى منتخبنا ده يعني في شق فني بقى، ربنا يوفقهم ان شاء الله. شكل الملاعب والاستادات، يمكن احنا شفنا صور للملاعب. ثلاث شهور اللي اتعمل وبيتعمل اعجاز. اعجاز ده حاجه ثلاث شهور ان الاستادات تبقى استادات، مش الست استادات بس، استادات واستادات فرعيه
اللي بتعمل عليها المباريات والتدريب، كمان هي كمان يعني ظبطناها، ده اعجاز وانجاز يعني. استاد القاهره رجع تاني الكون، ده استاد القاهره، فيعني كلنا متاثرين باسمه وشكله ومضمون. استاد القاهره ان شاء الله يكون على نفس الليفل ومستوى البطوله الافريقيه والافتتاح. فان اي دي، التذاكر، الاقبال، شايفه ازاي يا سياده الوزير؟ نسخه 2019 من التنظيم ان احنا لازم نبقى ابديتنج مع التكنولوجي واللي بيحصل في العالم لازم نكون موجودين فيه. اخر حاجه ممكن نعرفها كمعلومه عن التنظيم خلال الفتره الجايه، او متى تسليم الملاعب كمان للاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه؟ هو الاتحاد الافريقي مستمر مع اللجنه المنظمه، و يعني اخر الشهر ده بيكون معظم الاستادات خلصت تقريبا. استاد القاهره فيه طبعا الاستاد الاكبر في على اول 10/6 بعض الحاجات اللي بتكمل فيه، لكن اكيد من بعد 10/6/15/6 بكل الاستادات في الخدمه. متفائل؟ ما عندناش غير ان احنا نتفائل عشان نشتغل كويس. تمام. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بشكرك شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب ومنورنا في النادي الاهلي. رمضان كريم وشكرا. متشكرين جدا.